بالمقابل تحدث أصحاب المتاجر الغذائية ليو تي في عن السلع التي تأثرت بخفض الدينار. صار تأثير سلبي لبعض المواد اللي هي المواد الغير أساسية، قلت نسبة مبيعاتها. طبعا المواد الغير أساسية هي مثلا المواد المنظفات، الحلويات إلى آخره، بس المواد الأساسية هي المواد الغذائية، خلينا نقول الرز مثلا، الزيوت، المعجون، الطعام، هذه ظلت محافظة على نسبة مبيعاتها، لكن